che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panama. من كل أنحاء الأرض أتينا كي نعلن البشارة، رسلا للرب نريد أن نكون، ننشر حضارة الإنجيل. على مثال مريم نطيع ونقول نعم، نقبل بالمشيئة، تفرح السماء وتهلل الملائكة، ويحمد الكون معجزاتك. شهود تلاميذ أمنا، للفرح والإيمان دعواتنا. قول